أنا ما دخلنا. يا نصيب يا نصيب، بكرة السحب يا نصيب يا أمين. نصيب يا نصيب يا أمين. أهلا، مرحبا أبو سليم. أهلا أهلا أمين. هيت لشوف ورقة تبعية المية، وهي مية تبعية المية خلصوا خلصوا. لكن قداش هلأ في تبع الميتان وخمسين؟ لا لا لا، في ورقة تبع الألف ليرو. أوف بألف؟ شبو أبو سليم عم يقفقف؟ قول صورة ورقة يا نصيب، عملوا ورقة قول بألف. يا أبو سليم تاخد شي ورقة أنا وياك بالنص. أنا يا أبو نصرة حظي قليل. لك يا خي جرب، بركي حظك على حظي بيزبط. أنا حظي يا أبو نصرة مثل ما بيقول المثل، حظي بكل شيء أسود إلا بالبطيخ فأبيض. إيه عال عال، أبيض ولا شو أبيض؟ لا 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 لا. ضيعتني. أنا باخد يا ورقة المية، يا أما أوقات باخد ورقة الميتان وخمسين. لك يا خيي 250 زيادة، ما راح توقف بالطريق. يلا لشوف. طيب يلا حجرب حظي أنا وياك. هاي 500 ليرة، واعطينا نص ورقة. الله يربحكم الله يربحكم يا نصيب. لك يا نصيب، بكرة السحب يا نصيب يا نصيب. ابو نصر ابو نصر، لك يا ابو نصر افتح افتح افتح. لك شو في يا امير؟ وين ابو نصر؟ منه هون. لك الورقه اللي اشتراها هو ابو سليم، ربحت 200,000 ليره. 200,000 ليره هو وابو سليم؟ لا ما منيحه، طلع لكل واحد 100,000 ليره، ما منيح. لي 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 لي، برقص وبغني بالشارع يعني؟ الله الله يا دنيا، لما كانت الميت ألف ليرة تشتري بنية. ايه اليوم حبيبي ما بيشتروا جزدان وسكربينة. شو مبين أمين هون؟ جاي بشرك، ربحت أنت وأبو سليم 200,000 ليرة. صحيح أمين، وشو عرفك؟ ما أنا مأيد الرقم معي هون، خد خد شوفها ها. شوف طيب. شوف أيوة، وعرف أبو سليم؟ لا لا، رحت لعنده ما لقيته. مشي للروح، انفرحوا بهالخبرية. أبو نصرة، جبت الغراض يلي وصيتك عليهم؟ لك هلا وقت الغراض؟ معلوم، ربحان 100,000 ليرة مسكين. سليم، لك أبو سليم، أبو سليم. ولك شوفي 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 يا أبو سليم صوري. يا أبو سليم، الورقة اللي اشتريناها سوا ربحت 200,000 ليرة. صحيح يا أمين؟ ايه صحيح. مسيك وهالورقة، شوف شوف النمرة شوف النمرة. وين الورقة يا أبو سليم؟ بعد هيك من ورا الباب، بعد ليك ليك على الباب ملصقة، بعد هيك شوفي. شو الباب مليان ورق نصيب؟ أنا يا أبو نصرة كل ما بشتري ورقة يا نصيب حتى ما ضيعها بلزقها على هالباب. طيب وفهمني كيف بدك تشيلها هلأ؟ يا خي لما بتبقى بتربح من بله ومنتشها بالمي ومنقبع عمهلنا، شو بدنا نعمل؟ بالله وبركي انخزقت، ما بيعودوا يدفعوا لك إياها. هيت شوف هلأ لنتأكد بالأول وبعدين لكل حودث حديث. 4 مزبوط، 9 مزبوطة، مينا مزبوطة، 6 5 مزبوطة، ربحوني 200,000 ليرة أمين. إيه؟ شو العمل هلأ؟ بنكون خليكن هون لحتى روح شوف المتعهد وأسأله شو العمل. أنا بيجي معاك. طمني يا أمين، شو قالوا لك؟ يا خي مانو أمين، أنا أبو نصرة. قال بدك تجيب الورقة النيلون الملصقة بالباب. قال طيب جيب الباب لهون. بسيطة، مسكت شو؟ يلا ها يلا يلا علي. وينو أمين؟ لا ما أجى. لك يا أبو سليم أمين ناطرنا عند المتعهد. يلا لشوف لعند المتعهد. يلا وينك؟ مسيك 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 سيدني، هالباب وهالنمره مشوفه مزبوطه مزبوط مزبوط. اسمحوا لنا بالمصاري. الحقني الحقني يا ابو سليم لعند المدير، انا من هون قبضت نص الورقه. امشي مشي. مدير
ابو سليم تاخذ الباب يه بكيف شالوها يا امين؟ هيدا شغلون. حميل لك حميل معي ابو نصر قرب لشوف. يلا على وان على وان على وان لك على السياره. بعدكم موقفين السياره يا خيي؟ نحن جبناه وشورطناه وقلنا له بدنا نروح على مديريه يا نصيب بتمك ناطرني تم فرجيهم الورقه ونجيب المصريات ونجا ومنعطيك 7000 ليره قبل وبعده ناطرني. يلا يا ابو سليم حميل لشوف. يلا هي أول مرة بربح باليانصيب بحياتك. لا 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 أنا ربحان كتير. صحيح يا أبو نصرة. معلوم. إداش ربحان؟ يا خي مرات كتير ردي حقي ومرة ربحان 1000 ليرة ومرة 2000 لك فوت فوت شبك وقفة. شبك ليه ما هون الشقة؟ شو ما بتعرف بيتك؟ لك هيدي ما الشقة ما أنك شايفها شقة فاضية؟ ليه ايه والله شو يعني؟ يعني كنسوا البنات؟ ما اجى على بالك يا ابو سليم انه البيت ما بينترق؟ ولك هن البيوت اللي إلها بواب عم يسرقوها. يا عمي شو هالحظ اللي إلها؟ ربحنا 100,000 ليرة ومن سرق الباب؟ وقديش في غراض؟ ولك يا خي بكفي التلفزيون والفيديو حقهم 300,000 ليرة يا ابو نصرة. مبروك ابو سليم مبروك مبروك. ولي على شو مبروك؟ على سرقة البيت؟ لا شو انسرق البيت؟ ايه؟ عارف ابو سليم ايه؟ وينك لا تخوف إذا كان مال حلال بيرجعوا لي. لك الراحة الغراض. شو هالحكي يا أبو نصرة؟ ليش الغراض اللي عندي مال حرام؟ لا أنا ما هيك قصدي. خوفوا الله. ولا خوفوا الله قسم ما وفينا حق الفيديو بيقع علينا من حقه 50,000 ليرة يا ناس يا هو. لك يا أبو سليم أنت هون؟ نعم يا ستي خرب بيتها الله يقطع هذيك الساعة ويقطع ساعتها. ولك هيك بتترك البيت بدون باب وبتروح؟ لك أنت شو بدك؟ شو دخلك؟ أنا جاي لشوفك إذا جيت لعند أبو سليم. لقيت الباب مفتوح اطلعت ما لقيت في باب. انت عيطت للجيران وقلت لهم انه ابو سليم باب بيته مخلوع اجوا واخذوا الاغراض لعندهم. ايش الاغراض؟ لكن عند جارنا نايف اللي حدنا هون. انا بشكرك يا رب. شفت يا ابو سليم انه مال الحلال لا يسرق؟ ايوه امين امسك هاي 10,000 ليرة لك. لشو هول؟ هول جيب فيهم حلو اكل للولاد. انا ممنونك يا ابو سليم بتشكرك كتير كتير. ابو نصره يلا لشوف ناولو لأمين. شو بدي ناولو؟ كمان ناولو 10. انت ناولته لأنه غراضك رجعوا على بيتك. ما بيتي بيتك يا أبو نصرة شو قصتك؟ لا يا أبو سليم بيتك بيتك وبيتي بيتي. شو يعني؟ يعني ما رح تدفع لنا شاه؟ استفل منك لأبو سليم أنا ما دخلنا. قدم لكم صوت الشعب أنا ما دخلنا. تمثيل أبو سليم أبو نصرة وأنا أمين ونعمت. إعداد صلاح تيزاني. إخراج نزيه نصولي.